المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مؤتمر إذاعي. هذه الحلقة الاستثنائية التي نسجلها من مدينة بورسودان العاصمة الثانية للبلاد، ولعل الملف الاقتصادي هو من الملفات الشائكة جدا في ظل هذه الحرب المفروضة على بلادنا. الكثير من القضايا، الكثير من الملفات توجهنا بها، ومشكورا إلى دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لنضعه أمامها لكي يتعرف السادة المستمعين على كيفية معالجة هذه القضايا في هذا الوضع المعقد. دكتور جبريل، مرحبا بك عبر مؤتمر إذاعي، وتحية أولى للسادة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإذاعة السودانية وللسادة المستمعين، وأنا سعيد بهذا اللقاء. طيب دكتور جبريل، دعنا نفتح أول الملفات، الأوضاع الاقتصادية في البلاد ما بعد 15 أبريل. الحمد لله، مرة أخرى الحرب مصيبة كما سماها المولى سبحانه وتعالى، وآثار الحرب عادة آثار مدمرة. تبين من خلال آثار الحرب أننا في السودان كنا نركز على العاصمة في كل شيء، بحيث أن جل صناعاتنا في العاصمة، كبريات الشركات كلها في العاصمة، شركات الاتصالات في العاصمة، كل ما شركات الخدمات والفنادق كلها في العاصمة. وبالتالي عندما تتوقف الحياة في العاصمة يتوقف الاقتصاد أيضا. تدهورت مصادر الإيرادات عندنا بصورة كبيرة، فصارت أقل من 20% من الإيرادات التي كنا نحصل عليها قبل الحرب. وفي الوقت الذي نحتاج فيه بصورة كبيرة إلى إيرادات ضخمة لتمويل المجهود الحربي وللوفاء بالتزامات الدولة تجاه المشردين النازحين داخليا والذين لجأوا في الخارج، أوضاع استثنائية وصعبة، والدولة كانت وما زالت في حاجة ماسة إلى الإنفاق على كل هؤلاء، ولكن نسبة لضمور الإيرادات بصورة مخلة لم نوفق في توفير ما يلزم من رعاية للذين نزحوا من ديارهم وأثقلوا على الأسر الكريمة ومشكورة التي استضافتهم. ونحن الآن نسعى فأن نجد المزيد من الموارد للمساهمة في معالجة مسألة الإغاثة بجانب الدعم المجهود الحربي. نعم دكتور جبريل، يعني في الأيام الفائتة يعني قامت الدولة أو قامت وزارة المالية برفع الدولار الجمركي وأسعار المحروقات، مما ألقى المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. ما هو تعليقك؟ وزارة المالية لم ترفع الدولار الجمركي ولم ترفع أسعار المحروقات. كل الذي حدث أننا قضينا على ما يسمى بالدولار الجمركي في يونيو عام 2021 ووحدنا سعر الصرف، وهذا يعني أن هيئة الجمارك وغيرها من وحدات الحكومة عليها الالتزام بسعر الصرف لدى البنك المركزي في يوم المعاملة. عادة إخواننا في هيئة الجمارك يعتقدون أن الأجهزة التي يتعاملون بها والنظام الذي يتعاملون به بيعاني لو حاولنا أن نغير سعر الصرف بصورة يومية، يجدون مشقة في التعامل مع النظام اللي عندهم، فيتأخرون في تطبيق نظام سعر الصرف اليومي، وبالتالي بعد فترة يلحقون بركب سعر الصرف. وهذا هو ما أحدث الإشكال. نحن في وزارة المالية لم نقرر رفع أي سعر ولم نغير الدولار الجمركي، وبالعكس نحن نسعى باستمرار في وبخاصة للسلع اللي ضرورية لحياة الناس. نتأكد من أن هذه السلع معفية تماما من الجمارك أو لا يتجاوز جماركها 3% بأي حال من الأحوال. المحروقات هل هي شأن ولاية أم شأن اتحادي؟ المحروقات شأن اتحادي، لكن من حق الولاية أن تفرض رسوم
على مبيعات المحروقات في ولايتها، هذا أمر خاص بالولاية، ولكن هي محرومة أيضا من حق فرض أي رسوم على الوقود العابر أو المحروقات العابرة للولايات، لأن الدستور يمنع فرض أي رسوم من أي من الولايات تجاه التجارة العابرة منها إلى الولايات الأخرى. طيب دكتور جبريل، الآن نحن في الشهر الثاني من العام 2024، وقمتم أنتم ومجلس السيادة مشتركة بإجازة هذه الموازنة في هذا الظرف الدقيق، موازنة 2024، ملامح وإشارات. الموازنة بصورة أساسية موازنة حرب، التركيز في هذه الموازنة على دعم المجهود الحربي كأولوية قصوى، ثم دعم الإغاثة الإنسانية، لأن أجزاء واسعة من السودان خرجت من الموسم الزراعي وبتعيش ظروف صعبة، ولا بد من تتدخل الدولة لتوفير الحد الأدنى من مطلوبات الحياة للمواطن. ثم الفصل الأول لا بد من ضمان الصرف على العاملين في الدولة، صحيح لن تكون هنالك علاوات وبدلات لكن المرتبات لابد من صرفها بالترتيب الذي كنا نصرف به المرتبات في العام 2023، سنستمر في هذا المنحة. بجانب ذلك نحن نركز الآن على مقابلة الصرف على الخدمات الصحية في البلاد، لأننا في النهاية مع ظروف الحرب الأمور الصحة تعقدت بصورة كبيرة، ولا بد من تسمعون بالأوبئة التي تنتشر هنا وهنالك، حمى الضنك، الكوليرا، تسمعون من مثل هذه الأشياء تظهر ثم تختفي وتظهر ثم تختفي. هنالك مجهود كبير جدا مبذول من وزارة الصحة، ولا بد من إعانتها لمقاومة مثل أي من هذه الأوبئة والوفاء بالالتزامات الأساسية الصحية لاتجاه المواطن. نعم. طيب دكتور جبريل، ونحن نقوم بتسجيل هذه الحلقة من مؤتمر إذاعي، وأنا أدخل إليك، اتصل بي عدد من المزارعين همهم كبير جدا الموسم الزراعي. نعتقد نحن بشكل أو بآخر أفلحنا في إنجاح الموسم الزراعي الصيفي، ولو أن هجوم التمرد على ولاية الجزيرة أثر كثيرا في الحصاد بعد ما كان الإنتاج إنتاج مبشر جدا، هنالك تأثير في الإنتاج في الحصاد، وهنالك أيضا تأثير كبير في التحضير للموسم الشتوي. البنوك موجهة بصورة كاملة في أن تقدم ما تستطيع من موارد للوفاء بمدخلات الموسم الشتوي. الآن هنالك مجهود كبير في الشمالية، في ولاية نهر النيل توفرت مبالغ محترمة للموسم الشتوي. نعتقد أن الموسم الشتوي والمساحات التي زرعت، وبالتقرير الذي رفعه وزير الزراعة ومعه إدارة البنك الزراعي، نحن نعتقد أن تمويل الموسم الشتوي في الولاية الشمالية مطمئن جدا. ولكن في المقابل هنالك إشكالات في ولاية الجزيرة من حيث الري، فتح الترع بطريقة غير منتظمة لمقاومة التمرد، هنالك إشكالات حقيقية في ولاية الجزيرة. نخشى أن المساحة التي زرعت قمحا في هذا الموسم قد لا تفي بحاجة الناس، ولكن الحمد لله إنتاج الذرة في تقديرنا وفي تقدير وزارة الزراعة إنتاج وافي، والآن المسح الزراعي مستمر، نتوقع نتائج هذا المسح خلال الأسبوع القادم، وبالتالي نستطيع أن نقول ليس هنالك مجاعة في السودان، ولكن عندنا إشكال في توزيع الموجود، لابد من نقل كميات كبيرة من الذرة من القضارف إلى الولايات الغربية بصورة عامة، إلى جنوب كردفان. ده بيقودني دكتور جبريل إلى المخزون الاستراتيجي، موقف المخزون الاستراتيجي، خاصة أنه بعض تقارير الأمم المتحدة أشارت أن السودان موعود بمجاعة، وأنت الآن نفيت هذا الحدث. أنا متفائل جدا، وأنا وفق المعلومات المتاحة حتى الآن نحن نستهلك حوالي 5 مليون طن من الحبوب في العام،
العام الماضي عندنا فائض ما يقارب 3 مليون طن من الحبوب، متوقع إنتاج هذا العام أكثر من 5 مليون طن من الحبوب، وبالتالي أنا لا أتوقع مجاعة بأي حال من الأحوال، لكن المنظمات هذا جزء من دابها للحصول على تمويل يعني، فلو أتونا بالمزيد فلا مانع عندنا، ولكن أنا لا أتوقع مجاعة في السودان، فقط نحن نحتاج إلى ترتيب جيد لتوصيل الغذاء لكل المحتاجين في السودان في الوقت المناسب إن شاء الله، وتأمين الطرق لتوصيل الغذاء. أحيانا تكون المشكلة ليس في وفرة الذرة أو الغلال عموما، ولكن في أن أمن الطرق، كيف نؤمن الطرق لتوصيل الغذاء. الآن مثلا الناس في الدلنج، في كادوغلي، في أبو جبيهة، في العباسية، عندهم إشكال حقيقي في الحصول على الذرة، لأن الطريق من الأبيض إلى الدلنج مغلق. نفس الحكاية تجدها عند أهلنا في دار حامد، عند الكبابيش، حتى في الريف الشمالي والريف الغربي في أمدرمان، عندنا إشكالات حقيقية بسبب صعوبة نقل الذرة أو الغلال عموما للناس في هذه المواقع. نعم دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. هذا يقودني إلى البنك الزراعي، أو لعل في لقائكم مع إحدى الولايات الزائرة إلى البحر الأحمر تحدثوا عن أن الأمطار في هذا العام يعني يريدون المزيد من الإجراءات أو التخفيف من البنك الزراعي، ما هو تعليقك؟ قصة الشيخ فرح والتوكتوك قصة مهمة. إذا أنت تستدين من الجهة وما بترد لها الدين المرة القادمة لا تجد المال في الرف، فالذين يأخذون التمويل من البنك الزراعي عليهم أن يراعوا ذلك. لا كانوا يريدون لهذا البنك الحياة والاستمرار في تمويل الزراعة، لا بد من رد التمويل إلى البنك الزراعي حتى يستطيع هذا البنك أن يحيا ويستمر. إذا حرمنا من البنك من استرداد ما قدمه من تمويل للناس، بالتأكيد نقول للبنك المرة القادمة لا تمول أحد، والمصيبة ستكون أكبر. نعم. طيب لعل تصاعد سعر العملات الأجنبية وتدهور قيمة الجنيه واحدة من آثار الحرب، والناس مشفقون يعني على هذا الانهيار اليومي يعني لسعر الصرف. سعر الصرف استقر إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، صحيح تعاكل الجنيه السوداني بصورة كبيرة من 575 جنيه للدولار الواحد إلى أن تجاوز 1200 تقريبا، وثبت في المحطة لبعض الوقت. كما تفضلت، الحرب كل مدخلات بالعملات الأجنبية، كل مدخلات الحرب بالعملات الأجنبية مقابل ليس هناك إنتاج وليس هناك إيرادات، وبالتالي تلجأ الدولة إلى الاستدانة من النظام المصرفي، والاستدانة من النظام المصرفي يزيد عرض النقود أو العملة الوطنية مقابل الطلب الكبير على العملة الأخرى، وبالتالي من الطبيعي أن سعر العملة تتآكل. لم نحصل على دولار واحد من أي جهة خارج السودان منذ بداية الحرب، وهذا طبيعي جدا، أنه رغم حاجتنا الكبيرة جدا للدولار، كما قلت مدخلات الحرب كلها بالدولار، ومصانعنا توقفت كانت تنتج مدخلات الحرب، وبالتالي نحن في حاجة باستمرار إلى أن نأخذ من احتياطياتنا ونتدين من الخارج حتى نستطيع أن نمول الحرب، حتى نستطيع أن نوفر الالتزامات الأساسية سواء كانت طبية أو غيرها، وهذه بالضرورة تؤدي إلى تعاكل سعر الصرف. ولكن أنا حتى الآن متفائل، الكل كان يتوقع انهيار الاقتصاد السوداني بالكامل منذ بداية الحرب، هذا لم يحدث ولن يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى. أوضعنا أفضل بكثير مما توقع الناس وبكثير مما توقعنا. طيب بحجب هذا التفاؤل دكتور جبريل، العاملون في الدولة، أنت قبل تحدثت عن المرتبات، يعني لو أعطيتنا تقرير عن المرتبات في فترة الحرب وخطتكم ل 2024 بشيء من التفصيل. طيب هنا المواطن يجب أن يفهم، أولا العاملون في الولايات
أجورهم على الولايات، ولا وزارة المالية الاتحادية لا تعرف عددهم، لا تعرف حجم أجورهم. بتقدموا شنين في الولايات؟ نحن عندنا نسبة مقطوعة من الإيرادات الاتحادية تقدم للولايات، وزارات الحكم الاتحادي تقوم بتوزيع النسبة المقطوعة هذه بين الولايات، تقدر ظروفها الخاصة، حجم إيراداتها الذاتية، إلى عوامل كثيرة، وبناء عليها هي تقسم المبلغ. نحن نسلم وزارة الحكم الاتحادي 30% من إيراداتنا باستمرار، ولذلك أرجع وأقول أن ليس لدينا التزام تجاه أجور العاملين في الولايات، ولا نعرف عددهم ولا نعرف حجم أجورهم. ده جانب مهم المواطن يفهم، ولكن مهم جدا أن الولايات تبذل مجهود في الظروف الاستثنائية هذه لزيادة إيراداتها ومقابلة التزاماتها بهذه الإيرادات. بالنسبة للعاملين على المستوى الاتحادي، نحن ملتزمون حتى الآن بدفع 60% من مرتب الشخص الموظف و 100% من مرتب العامل، من غير علاوات إضافية، من غير شهرية المسألة الشهرية، ونحن ملتزمون بذلك والحمد لله مستمرة بصورة طيبة جدا. أيضا ملتزمون بدفع حقوق المعاشين، وهي تسير أيضا بصورة طيبة، أحيانا تتأخر ولكن ملتزمون بحقوق المعاشين. أوضاعهم أسوأ حتى من الموظفين، ولذلك لا بد من بذل مجهود. وأنتم تلاحظوا رغم أن الموظف لا يعمل الآن غالبهم يعني، والعامل لا يعمل الآن، ولكن ليس بإرادته ولا باختياره، فرض عليه هذا الوضع، والدولة متفهمة لذلك، وبالتالي ملتزمة الآن بسداد أجور الناس بالمعطيات المتاحة. لو تحسنت إيراداتنا سنعيد المرتبات إلى 100% بإذن الله سبحانه وتعالى على المستوى الاتحادي، وبالتالي أيضا نصيب الولايات سيرتفع إذا تحسنت الإيرادات، لأنهم يأخذون 30% من الإيرادات في كل الأحوال، قلت أو كثرت الإيراد الحقيقي، وبالتالي أوضاع الولايات ستتحسن وأوضاع العاملين في الحكومة الاتحادية ستتحسن. طيب، لازلنا مستمعي الكرام في هذا البرنامج مؤتمر إذاعي، ضيفنا هو دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. دعنا نغادر الملف الاقتصادي دكتور جبريل وسنعود إليه مرة أخرى، ولكن من خلال متابعاتنا أروقت الوزارة تشهد اجتماعات متتالية بحضورك وبرئاستك للجنة إعداد ما بعد الحرب، يعني لعلك لو حدثتنا عن هذه اللجنة. نعم، مهم جدا تلتقوا بعدد كبير من العاملين. الدولة أصدرت، أو المجلس السيادة تحديدا أصدر قرار بتكوين لجنة عليا برئاسة وزير المالية للإعداد لما بعد الحرب، وضع سياسات اقتصادية لإعادة الإعمار ولتعويض الضرر الذي لحق بالبلد وبالناس. وهذا يستدعي جمع عدد ضخم جدا من العاملين في الدولة على مستوى الوزراء، على مستوى الخبراء، على مستوى أساتذة الجامعات، ونجتمع بصورة دائمة كل سبت من الساعة 11 إلى الساعة 3 أو قبلها بقليل، ندرس الأطروحات التي تقدم. استعنا بخبراء من ألمانيا واستفدنا من تجربتهم في إعادة الإعمار. الآن نفكر في الاستعانة بخبراء من دول أخرى مثل اليابان وغيرها لوضع هذه السياسات. نحن نعتقد أن الحرب ستنتهي بلا شك، ولا بد من الاستعداد من الآن. لا نريد أن ينتهي الحرب أو تنتهي الحرب ثم نبدأ نفكر من جديد. لا بد نكون أعادتنا كل شيء، ليس فقط الخطط والوحدات الحكومية كلها الآن مأمورة ومطلوب منها إعداد خططها، ثم نكلف لجنة عليا تنسق هذه الخطط وتخرج منها خطة عامة للدولة، وهذه الخطة نعتمد عليها في إعادة الإعمار بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نبحث في سبل
في أول حاجة تحديد أولويات المرحلة القادمة، في تحديد أولويات إعادة الإعمار، في إعداد الكادر البشري للقيام بهذه المهمة من كل الجوانب، في توفير التمويل لإعادة الإعمار والتفكير في مصادر هذا التمويل. كل شيء الآن متداول، قسمنا اللجنة العليا هذه إلى لجان، إلى حوالي 12 لجنة، كل لجنة تعد أوراق وتجتمع كل أسبوع، وفي نهاية الأسبوع تقدم تقاريرها. وقطعنا أشواط كبيرة في إعداد الأوراق، وأنا أعتقد أن من الأسبوع القادم سنسلم كل الخطط كل الأوراق للجنة المختصة لإعداد التقرير النهائي. نأمل أن قبل نهاية شهر مارس نكون على استعداد لتقديم هذا التقرير لمجلس السيادة. هل تعولون على المجتمع الدولي؟ احنا عندنا تجارب مريرة جدا دكتور جبريل مع المجتمع الدولي. لا نعول على المجتمع الدولي بمعنى الشحدة، ولكن نبحث عن شركاء استراتيجيين. كنا نتحدث مع الخبراء الألمان ويقولون أن في بحثنا عن الموارد يقولون أن عندكم من المعادن إمكانات هائلة جدا، يمكن أن تكون ضمان لتمويل من بنوك دولية من أطراف مختلفة، فأنت بتحتاج أن تظهر للآخرين ما عندك من خيرات يستطيعون أخذها كضمان لما يقدمون لك من أموال وقروض تستخدمها في فمن هذا الجانب لا نستثني أحد. نعتقد أننا سنطرق كل الأبواب للبحث عن شركاء حقيقيين في عملية إعادة الإعمار، وفي هذا ينتفع الممول وتنتفع الدولة بالتأكيد من الإعمار. نحن نركز بصورة أساسية على بنية تحتية قوية للدولة تساعد على الانطلاق. البنية التحتية تشمل المواني، تشمل السكك الحديدية، تشمل الطرق، المطارات، الكهرباء، شبكات المياه، شبكات الغاز. لابد أن نستعد للطفرة أو للنهضة الكبيرة اللي نحن نتوقعها فيما بعد الحرب، وأيضا نفكر باستمرار في إعداد الإنسان للقيام بهذه المهمة في الفترة القادمة. نحن نعول أيضا كثيرا على رؤوس الأموال السودانية في الخارج. الآن أخواننا في جهاز المغتربين، كل الأطراف الآن تسعى في البحث عن الوسائل التي تقنع صاحب السوداني صاحب الرأسمال في الخارج لأن يتحمل مسؤوليته ويستثمر أمواله في الداخل ويساعد في إعادة بناء البلاد ويستفيد، نوفر له الضمانات والإغراءات الكافية التي تجعله يأتي بماله ويستثمر في بلده ويحقق أرباح مجزية وفي نفس الوقت يكون ساعد في بناء البلاد. فنعول على رؤوس الأموال السودانية الموجودة في الخارج كثيرا. طيب دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ما دمنا تحدثنا عن الخارج، عدتم مؤخرا من جوبا، ماذا كان هناك في جوبا؟ الحكومة جنوب السودان تسعى في أن تلعب دورا في تحقيق الوفاق بين القوى السياسية بصورة أساسية، ودعت أطراف مختلفة في مراحل مختلفة، فدعت هذه المرة الكتلة الديمقراطية، الوفاق الوطني، مجموعة من المكونات السياسية الموجودة، وسعت لمعرفة موقف هذه القوى السياسية وإمكانية الوصول إلى رؤية مشتركة لكل القوى السياسية لمرحلة ما بعد الحرب. في النهاية الحرب ستنتهي والناس سيبحثون عن كيف يمكنهم تكوين حكومة وحدة وطنية انتقالية شاملة تستطيع أن تقود المرحلة الانتقالية بسلاسة كاملة. طرحت أفكار تمت مناقشتها، وأعتقد أن الناس في الأساسيات هنالك في اتفاق.
ولكن المجموعة اللي اجتمعت نفسها فيها قدر عالي من التجانس. ربما بعد ذلك عندما يكون هنالك لقاء مع مجموعات أخرى هنالك حاجة لجهد أكبر للوصول إلى قدر من التوافق. الرسالة التي حملتموها أنتم إلى حكومة جنوب السودان؟ نحن رأينا واضح جدا أن هذه الحرب يجب أن تقف بناء على إعلان جدة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة في 11 مايو 2023. هذه نقطة أساسية مهمة. قلنا لهم بصورة واضحة نحن يعني على استعداد للاستماع لأي وجهة نظر. نحن لا نحتكر أي منبر من المنابر ولا نريد أن نستثني أحد في الحوار السوداني الشامل الذي يجب أن يتم في المرحلة القادمة. في هذا الحوار نعتقد كل السودانيين لهم الحق في التعبير عن آرائهم السياسية وعن رؤيتهم لمستقبل السودان. هذا حق للجميع. هذا لا يعني بالضرورة أن الكل سيشارك في 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 الحكومة، ما ليس بالضرورة، ولكن على الأقل يجد الفرصة للتعبير عن رأيه. فنحن أظهرنا لحكومة جنوب السودان قبولنا بهم كلاعب في المرحلة القادمة، ونعتقد أنهم وفقوا في صناعة اتفاق سلام جوبا وبيحظوا بقدر كبير من الاحترام لدى الشعب السوداني الذي يشعر بأنه شعب واحد في بلدين، ونعتقد أنهم يستطيعون لعب دور أكبر وأهم من كثير من الأطراف التي فشلت أو فشلت في أن تجمع بين الأطراف أو أن تدير حوار حقيقي بين السودانيين، وبعضها انحازت بصورة واضحة لطرف من الأطراف، والجنوبيون حتى الآن لم يظهروا أي شكل من أشكال الانحياز، وإنما يريدون إتاحة الفرصة لكل الأطراف القوى السياسية السودانية للتحاور فيما بينها. طيب دكتور جبريل، وأنت رئيس حركة العدل والمساواة وأنتم وحركة مناوي وعدد من الحركات أعلنتم خروجكم من دائرة الحياد، هذه المشاركة مع القوات المسلحة هل ستقتصر على دارفور أم كل المحاور التي الآن تنطلق في السودان؟ يعني المعلومة الحق نحن لم نتحدث عنها كثيرا، ولكن لو دعت الحال يجب أن نقول نحن قواتنا الآن موجودة في أمدرمان، عندنا قوات موجودة في شندي القوات المشتركة، لكن في قوات حركة العدل والمساواة السودانية موجودة في أمدرمان، عندنا معسكر ضخم أكثر من 1500 مقاتل عند صاحب خبرة موجودين الآن في كسلة، نحن موجودين في كل أنحاء السودان، قواتنا موجودة في تقاتل مع الناس في الأبيض مع الهجانة، قواتنا تقاتل مع الناس في العباسية، نحن ننتشر في كل أنحاء السودان، عندنا وجود، ولا لا 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 الحرب في جنانة ولا في القضارف هي حرب ضد المواطن السوداني، ونحن معنيين بسلامة المواطن السوداني ولا سلامة الأراضي السودانية، ونحن متخوفون جدا من تفتت السودان، ولذلك نحن حريصون على الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها يعني وقرارها، وده بيستدعي أنه في النهاية لو حاولنا نحمي دارفور أو جزء من دارفور نكون قد فقدنا سيادة السودان وقرار السودان ووحدة السودان، هذا لن نسمح به. طيب أنتم كحركة عدل ومساواة الآن في عدد من التحركات من القوى السياسية بالخارج، كيف تنظرون لهذه التحركات؟ الذين يستجيرون بالأجنبي ويتكئون عليه للحصول على موقع متقدم في قيادة البلاد، أنا أعتقد أنهم أن فعلهم سيخيب، لأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على الشعب وعلى استقلال قرارة الشعب وقرارة القوى السياسية كلها، يجب أن قراراتها يجب أن تكون مستقلة عن الأثر الأجنبي الكبير. هذا لا يعني مقاطعة المجتمع الدولي، لا بأس من أن نطرح آرانا أفكارنا رؤانا للمجتمع الدولي ونسمعهم أصواتنا، ولكن في النهاية يبقى القرار قرار سوداني،
ونعتمد على أنفسنا في إصلاح أنفسنا. والحوار يجب أن يكون حوارا سودانيا سودانيا بعيدا عن المؤثرات الخارجية، لأن في النهاية لكل طرف أجنداته الخاصة ويسعون إلى تأثير على القرار السوداني بطرق غير مشروعة أحيانا. نعم. طيب ده بيقودني أنا برضو لرؤية حركة العدل والمساواة، وأنت قائد لها، يعني لاتفاق ما تسمى بتقدم، ومع مع قائد المتمردين، قائد الدعم السريع مؤخرا، يعني كيف تنظرون لهذا الاتفاق؟ لا، الأمر واضح طبعا. أصلا ما يسمى بتقدم واجهة سياسية للدعم السريع منذ فترة طويلة، وهم الذين حرضوا وشجعوا الدعم السريع وقيادة الدعم السريع لخوض هذه الحرب اللعينة، وهم الذين زينوا للدعم السريع أن المهمة سهلة وفي خلال سويعات يستطيعون السيطرة على البلد بصورة كاملة ويصير قائد الدعم السريع رئيس لدولة السودان بوضع اليد. وكل الذي حدث في أديس أن النكران هذه العلاقة ما عاد موجودا، أعلنوا صراحة أنهم الواجهة السياسية للدعم السريع ويدافعون عن مواقف الدعم السريع ويقعون معه أو معه الاتفاقيات. فانتهى الأمر بالنسبة للشعب السوداني. أنا أفتكر كان مريح جدا للشعب السوداني أن يجد الجماعة يعلنون مواقفهم بصراحة حتى تتمايز الصفوف. نعم. طيب دعنا نغادر محور الحرب، ولكن دكتور جبريل، مطلوبات قيام دولة سودانية حديثة، أنت كوزير مالية وكقائد لحركة مسلحة تنتشر على مستوى السودان، يعني في خيالك يعني كيف تنظر لقيام هذه الدولة ومطلوباتها حتى تقوم؟ أنا أقول أن الدولة السودانية موجودة رغم الإشكالات الكبيرة التي نواجهها منذ الاستقلال. لم يتواضع الناس على عقد اجتماعي حقيقي. جزء كبير من البلاد تم جمع أطراف ومكونات هذه البلاد بفعل فاعل كثيرا ما يكون فاعل خارجي. آن الأوان فأن ندير حوارا حقيقيا يوصلنا إلى عقد اجتماعي جديد لا تظالم فيه، لا تفاضل فيه إلا بالكسب وبالعطاء، ونقيم دولة رعاية اجتماعية حقيقية، دولة خادمة للمواطن وليس العكس، دولة عادلة تعدل بين كل المواطنين، ودولة تقسم بالسوية للمواطنين، ودولة تستطيع أن تدير التنوع الذي يعني نتمتع به ميزة، ولكن لم نتخذها ميزة حتى الآن، وإنما صار عاملا سالبا طوال فترة استغلال السودان. أنا الأوان في أن نستغل هذا التنوع، الاستغلال الأمثل، لأن البلاد التي استطاعت أن تنطلق استفادت من التنوع ما فيها من تنوع، مثل أمريكا استطاعت أن تستفيد من خير ما في هذا التنوع واستطاعت أن تنطلق. ولذلك أنا أرى أن الآن الأوان في أن ندير هذا التنوع بصورة أفضل. يجب أن ندير الموارد عندنا وهي من أغنى بلاد الدنيا بصورة أفضل. هناك فرصة كبيرة في أن تكون السودان دولة عظمى بحق وحقيقة. الجيل الآن الذي يدير الدولة يجب أن يفكر بصورة جادة في أن يضع بنية تحتية حقيقية شاملة تمنع عليها الانطلاقة والنهضة الشاملة التي نتحدث عنها. يجب الاهتمام أكثر بالتعليم وبالتربية الوطنية، بحيث أنه يكون عندنا جيل يحب بلده، بيحب مواطنه، وبيعرف قدرات هذا البلد، وبيعمل من أجل ويتفاخر بهذا البلد، ويسعى في أن تكون هذا البلد في موقع الريادة، بدلا من أن نتكفف الناس وأن نكون في ذيل الدول، وأن يتحدث الناس باستمرار عن الأوضاع السيئة عن السودان ويسأل المواطن السوداني. أنا الأوان في أنه نحط طريق
طريقة تفكيرنا أن يتغير تماما مما قبل 15 إبريل. لابد من أن نقبل الآخر ونفكر معا في كيف تنطلق بلادنا في الفترة القادمة، نتجاوز المحاور الضيقة سواء كانت الإثنية أو الفكرية أو العقدية أو غيرها أو الجغرافية. أنا الأوان في أن نفكر جميعا ومعا من أجل السودان الجديد، السودان دولة عظمى بكل ما تفخر فيه هذه البلاد من خيرات بشرية ومادية. طيب هذه الرؤية ألم تنقلوها إلى لجنة ما بعد الحرب؟ يعني لو وأنت على رأس هذه اللجنة. نعم، عندنا محور يختص بهذا الجانب التربوي الإداري الاجتماعي، مشغول بهذا الجانب وعدة مجموعة أوراق. لابد أن إن شاء الله في الفترة ما بعد الحرب ستكون عندنا حملة ضخمة قوية لإعادة صياغة طريقة تفكير المواطن السوداني تجاه بلده تجاه مواطني، بحيث أن في النهاية نصير كلنا سودانيين نعمل من أجل بلد أفضل بكثير من بلاد كثيرة. أنا زي طبقت لي ربع ساعة السيد الوزير والعديد من الملفات. مؤخرا عدتم من روسيا، يعني لو تعرفنا على ما دار في زيارتكم لروسيا. أدرنا حوار في روسيا بصفتنا الرسمية وأيضا بصفتنا الممثل في الحركة مع القيادة الروسية على مستوى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لإفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وسعينا في تنشيط العلاقات الروسية السودانية بحيث تجتمع اللجان المشتركة. عندنا مجموعة من اللجان، اللجنة الوزارية العليا، عندنا اللجنة التشاور السياسي واللجنة العسكرية، كل هذه اللجان اتفقنا على تنشيطها، اتفقنا على قيام المسؤول الروسي بزيارة السودان في الفترة القادمة لإدارة مزيد من الحوار. تحدثنا عن إمكانية روسيا لعب دور في تحقيق السلام في البلاد. كان لقاءنا ممتازا، ثم التقينا بالغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والشركات العاملة في روسيا العاملة في السودان، والتقينا أيضا بالجالية السودانية وجبنا على أسئلتهم ووضعناهم في الصورة بصورة كاملة. في زيارة كانت ليومين فقط وعدنا الحمد لله هربنا من البرد. نعم. السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، يعني حملت الأنباء عن رؤوسكم للجنة في بالأمس لإعداد قانون جديد للكهرباء وموعود الكهرباء بطفرة أنا من خلال هذا القانون في إدخال القطاع الخاص. لو تحدثنا عن هذه اللجنة خاصة أن الكهرباء هي صارت من عصب الحياة. يعني لا بد من تصويب. اجتماعنا لم يكن لوضع قانون للكهرباء. في حقيقة الأمر أجاز مجلس الوزراء السابق قانون الكهرباء ورفع قانون الكهرباء إلى اجتماع المجلسين، والآن القانون أمام السيد رئيس مجلس السيادة للتوقيع النهائي. والنقطة الأساسية في هذا القانون أنه أن القطاع الخاص يستطيع أن ينتج الكهرباء، يستخدم ما يحتاج إليه من الكهرباء، وفائض هذا الكهرباء يباع للحكومة والحكومة على استعداد لشراء هذا الفائض. وهذا القانون يشجع اللجوء إلى المصادر الجديدة للكهرباء، والسودان في موقع متميز جدا للطاقة الشمسية، وبالتالي أيضا هنالك تشجيع كبير للاستثمار في هذه المجالات أو لشراكات تقوم بين الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج مزيد من الكهرباء. أنتم تعلمون أن السودان ينتج فقط ما يكفي أو أقل من يكفي 40% من سكانه، و60% من سكان السودان لا علاقة لهم بالكهرباء في القرن 21. وإذا أردنا أن نحقق نهضة شاملة لهذه البلاد لابد من
إنتاج كميات عشرات الأضعاف من كمية الكهرباء التي ننتجها الآن. نحن في أحسن الأحوال لأن ننتج أكثر من 3.5 جيجاوات في اليوم، ونحن في أمس الحاجة إلى أن ننتج أكثر من 35 جيجاوات. لو أردنا للمصانع أن تعمل بكفاءة عالية لكل المزارع المسائل كل شيء يشتغل، المواني كل المحطات المطارات كل محل والدور والشركات التجارية، لو أردنا أن يستفيد كل الناس بكفاءة عالية من الكهرباء لابد من مضاعفة إنتاجنا للكهرباء بنسبة عالية جدا. هذا يستطيع الدخول القطاع الخاص، ومن حق القطاع الخاص أن يستفيد من الكهرباء. اجتماعنا يوم أمس كان بصورة أساسية لمحطة كلانيب لكهرباء بورسودان. كيف وده محور حديثي أو محور سؤالي الثاني؟ نعم. كهرباء ومياه بورسودان. نعم، الآن نعمل بجد والاجتماع حضر وزير الطاقة وزير الصناعة والي ولاية البحر الأحمر كل طاقم شركة الكهرباء القابضة كل المعنيين بشأن الكهرباء في المسؤول الصناعة في ولاية البحر الأحمر كل الطاقم كان حاضرا لهذا الاجتماع. درسنا كل الجوانب وكان في تفاؤل كبير بأنه نستطيع أن نبدأ في إعمار محطة الكلانيب في وقت قريب، ونعمل في إكمال المحطة في وقت لا أستطيع أن أقول قريب جدا لأنه يحتاج في حد الأدنى إلى 9 أشهر وقد يحتاج إلى عام كامل لإكمال المحطة، ولكن في المقابل وضعنا الاحتياطات للفصل الصيفي الذي أمامنا. كيف نستطيع أن ننقل إن كان هناك عند فائض من إنتاج الكهرباء في مروية أو في مكان آخر إلى بورسودان، وكيف نستطيع أن نزيد إنتاج البرجة الموجودة الآن بصورة تغطي حاجة مدينة بورسودان في الفترة القادمة. وننتقل كل الترتيبات الحمد لله كانت مبشرة ومطمئنة. ننتقل من بورسودان إلى القضارف، مياه القضارف تجد اهتمام كبير جدا وزارة المالية. نعم، جلسنا في الأسبوع الماضي أيضا بدعوة من نائب رئيس مجلس السيادة لدراسة لإكمال ليس دراسة لإكمال مياه القضارف. في حقيقة الأمر مياه القضارف مشروع مياه القضارف ممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية وأنجز ما يعادل 95% من المشروع، وما تبقى من المشروع إلا القليل. أنا التقيت ب رئيس البنك في 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 مراكش وناقشنا انه الان تمويل المشاريع من قبل البنك متوقف لاسباب اخرى، ولكن طلبنا منه استثناء هذا المشروع لانه الان على وشك الإكمال، ولو لم يكملوا هذا المشروع يكونوا أضاعوا أموالهم ولم يستفيد المواطن من التمويل. فطلب منا أن نكتب له وكتبنا له ونتابع الآن ونعمل في أن يتوفر التمويل، ومبلغ ليس بمبلغ كبير حوالي 11 مليون دولار. نتوقع أن نحصل على هذا المبلغ من البنك الإسلامي في غضون الشهر القادم، ولو حصلنا سنكمل المشروع، ولو لم نحصل ستتولى وزارة المالية إكمال المشروع بإذن الله. طيب دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، يعني نعود مرة أخرى إلى ما بعد الحرب. الآن هناك العديد من أصحاب المصانع ممن فقدوا مصانعهم في الخرطوم ينوون نقلها إلى الولايات، يعني كيف يعني رؤية وزارة المالية لتقديم تسهيلات لهؤلاء المنكوبين نقول في الخرطوم من حيث الضرائب من حيث الجمارك من حيث الرسوم المفروضة عليه؟ نحن عندنا مصلحة حقيقية في وزارة المالية حتى لا يغادروا للخارج. عندنا مصلحة حقيقية في أن ينتعش الاقتصاد
ويقود القطاع الخاص التنمية الاقتصادية في البلاد، لأنهم إن لم يغنوا لن نغنى ولن نحصل على إيرادات منهم. ولذلك عندنا مصلحة كبيرة جدا أن المصانع في السودان تعمل بكفاءة عالية وبأقل التكاليف وتقدر تنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. ولذلك نحن نشجع حقيقة الأمر التركيز في موقع واحد أضر بنا جميعا دفعة واحدة، ونشجع الآن الولايات لتمنح امتيازات للمصانع والشركات التي تريد أن تنتقل إليها، تقدم مزيد من التسهيلات. نحن في وزارة المالية على استعداد للنظر للمصانع التي تنتقل إلى مواقع جديدة باعتبارها مشروعات جديدة، ونفكر في عفاء من الضرائب لفترة المشروعات الجديدة، نساعدها في الجمارك. ليس لدينا مشكلة في تشجيعها في أنها تعيد استثماراتها في موقع آخر أو تتموضع في ولاية أخرى، وهذا يساعد في توليد وظائف للمواطنين في أعمار المنطقة التي ينتقلون إليها. صحيح أن المنتج في العادة بينظر إلى حجم المستهلك الموجود وتكاليف نقل المنتج للمستهلكين، إذا كان المنطقة نائية والمستهلكين قلة ووسائل النقل متعثرة وشبه معدومة وتكلفة النقل عالية لن يقيم مصنع في مثل هذا الموقع. عادة الناس ينظرون لجوانب متعددة، ولكن في كل الأحوال نحن في وزارة المالية نشجع هذا الانتقال، وكل ما نستطيع أن سنقدمه لأصحاب المصانع. ولكن الأهم عندنا أهل الولايات، يجب عليهم أن يوفروا الأراضي إما مجانا أو بأسعار رمزية جدا، ويقدموا كل التسهيلات في الكهرباء في المياه حتى تستطيع أن تقوم هذه المصانع، وهي من مصلحة هذه الولايات لأنها ستخلق لهم وظائف وأسواق وخيرات هم قد لا يتصورونها. ولكن انتقال أي مصنع لأي ولاية فائدة كبيرة جدا لهذه الولاية. دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، راجد أنباء عن تشكيل حكومة الإدارة المرحلة الحالية، وكل يوم الناس يتحدثوا، يعني ما هي أسباب تأخير تشكيل هذه الحكومة؟ لا، المسألة محتاجة التفكير في الأساس منصب في تخفيض حجم الحكومة بدلا من 26 وزارة. هناك تفكير أو اتجاه لتخفيض حجم هذه الحكومة، وحتى تستطيع أن تخفض الحكومة من غير أن تضر بمهام الحكومة، الناس في حاجة إلى دراسة متأنية. فهناك اللجان الآن تعمل، لأن المسألة ليس فقط في تقليل الوزراء، ولكن في إعادة هيكلة جسم الوزارة أو الوزارات التي ستدمج في بعضها، والإطمئنان إلى أن هذا الترتيب الجديد أدى إلى تقليل التكاليف وأدى إلى كفاءة أكبر في أداء المهام. وهذه المسألة محتاجة إلى دراسة متأنية، ولذلك من الطبيعي أن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت. نعم. دكتور جبريل، في خاتمة هذا اللقاء، هل أنت متفائل من ما بعد الحرب مستقبل السودان؟ أنا بالطبع متفائل، وأعتقد أن الخيرات في السودان كافية، والإنسان السوداني فيه خير، الكثير من الخير، وتبين هذا بصورة واضحة جدا في استيعاب المجتمع السوداني والأسر السودانية للذين نزحوا من العاصمة ومن المناطق التي تأثرت بالحرب. أكثر من 6 مليون شخص في النهاية نزحوا من مواطنهم إلى مواطن جديدة، وفي الغالب استوعبوا عبر أسر. ما عندنا معسكرات نازحين، ولا عندنا وجود لأجنبي كبير لإطعام الناس أو لتوفير مستلزمات حياتهم. كل ذلك تم استيعابه بصورة سلسة جدا من المواطنين، وهذا معدن يجب أن نركز عليه في المرحلة القادمة وننميه، ونتأكد من أن هذا العنصر يبقى في المجتمع السوداني. أفتكر الناس بهذا المستوى يستطيعون بناء بلادهم بصورة أفضل.
شكرا دكتور جبرين إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والذي اقتطع لنا جزءا ثمينا من وقته لهذا البرنامج المؤتمر إذاعي. سمعين الكرام حتى جديد الملتقى الجمعة القادم مؤتمر إذاعي، الإعداد أحمد محمد علي حسين، الإشراف البرامج محمد حمد النيل، المنتج صلاح إبراهيم، الإشراف العام الأستاذ إبراهيم البزعي، في التقديم الحاج أحمد مصطفى، الإخراج عوض الله دبورة. حتى الملتقى إذا مضى الله في الآجال نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.